وصلني، ليست استدعاء لطلب سيارة أو محاولة للمشي في ساحة منارة، بل هي مبادرة للبحث عن فرصة عمل للنساء، بادرت إليه منتدى سيدات الأعمال بالتشبيك مع كبار شركات التسويق المحلية والعالمية لتطوير قدرات النساء ومهاراتهن في التسويق. البرنامج بلش بتدريب مكثف على المهارات العامة، كيف ينموا مهاراتهم بالتسويق، بعدين فرغناهم على مشاريع على القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص. كان معنا حوالي 30 شركة خاصة من كافة مناطق الضفة الغربية أيضا، والصبايا بعد ما أخذوا هذا التدريب المكثف دخلنا على تدريب من نوع آخر اللي هو كيف إعداد خطة تسويقية لكل فريق، حيث تم في هاي المرحلة اللي هو النصف الثاني من المشروع عملية التشبيك ما بين كل صبيتين اشتغلوا مع سيدة عمل. بدأ المشروع الريادي والممول من القنصلية الأمريكية العامة بالقدس للسنة الخامسة على التوالي، وهو المبادرة الأولى من نوعها للتشبيك ما بين صاحبات الأعمال من مركز تطوير الأعمال الذراع التقني للمنتدى والخريجات الجدد في إتاحة الفرصة لهن بعرض منتوجاتهن وبيعها. أخذنا عدة دورات، أخذنا 3 دورات على كل دورة على مدة يومين، إجا عدة مدربين، في منهم مدربين عرب ومدربين أمريكان، أخذنا كتير خبرات في مجال التسويق وأعطونا أفكار إبداعية كتير حلوة. كمان قدمت عندهم خطة أنا مسابقة أنا ريادية، وكنت أنا من ضمن 25 صبية من اللي اختاروهم، بس ما حالفني الحظ أكون من الفائزات الخمسة. بعديها اشتغلوا معي المنتدى على تطوير الخطة وكملت أنا وياهم عشان نشوف وين في مشاكل عندي في الخطة. بعديها المنتدى اختار لي بنتين عشان التسويق. بدأ هذا البرنامج في شهر ديسمبر الماضي، وكان يستهدف 40 طالبة خريجة من كافة المجالات من مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وحضر هذا الاحتفال الذي جرى في قاعة الليدرز في رام الله عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والقنصلية الأمريكية والإعلامية وعشرات الرياديات وصاحبات الأعمال. لتلفزيون القدس منتهى خليل، رام الله.